وزارة الصحة تلقح المغاربة ليلا. أعلنت وزارة الصحة لعموم المغاربة أن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى 8 مساء طيلة أيام الأسبوع. وأوضحت الوزارة المعنية أن الغاية من التمديد هو تسريع وطيرة عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد-19. وتخبر الوزارة المواطنة والمواطنين أن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021. وعليه تدعو الوزارة الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعاتهم من اللقاح.